أنا عبد الله بن محمد بركات، فلسطيني الجنسية، أبلغ من العمر 15 عاما. التحقت بمركز منارة الهدى بعمر 6 سنوات، وأحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد، وكذلك أحفظ دواوين السنة 18 التي جمعها الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى حفظه الله، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد ومسند الإمام إسحاق بن راهويه ومسند الإمام بن أبي شيبة ومسند البزار ومسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم والمعاجم الثلاثة للطبراني المعجم الكبير والأوسط والصغير. وأحفظ من المتون العلمية نواقض الإسلام والقواعد الأربع والأصول الثلاثة وأدلتها والأربعون النووية وتحفة الأطفال وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وكتاب التوحيد والمنظومة البيقونية وقصيدة أبي إسحاق الإلبيري والمقدمة الآج الرومية والعقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية والورقات وعنوان الحكم والرحابية. وقد أجازني الشيخ عبد المحسن القاسم بهذه المتون، وكذلك أحفظ من المتون الأرجوزة المئية والقواعد الفقهية والحائية واللامية ونظم نواقض الإسلام وشرعت في متن الزمزمية ومتن فقه أبي شجاع. وقد أجازني الشيخ عبد المحسن القاسم بكتاب الإيمان لأبي عبيد وكتاب التوحيد لابن مندة وكتاب بر الوالدين للبخاري وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الشمائل للترمذي وكتاب مختصر السيرة لعبد الغني المقدسي وكتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد وكتاب شرح السنة للمزني وألفية العراقي وألفية السيوطي ونخبة الفكر والحائية. وقد درست متن الأصول الثلاثة على يد الشيخ عبد الله الغنمان وكتاب الإيمان الأوسط على يد الشيخ لطف الله خواجة وكتاب الفتن على يد الشيخ سامي الصغير وشرح القواعد الفقهية على يد الشيخ عبد الرحمن الراقب وشرح متن الأجزاء الرومية على يد الشيخ ناصر الحارثي والمدخل إلى علم الفقه على يد الشيخ عبد الوهاب الأحمدي ومعاقد الأصول على يد الشيخ حسن البخاري واللامية والحائية والعقيدة الواسطية على يد الشيخين صلاح الرفاعي والشيخ مالك العتيبي.